في إطار البرنامج المسطر من لدن دار الثقافة المحلية لدن الشبوكي السنوي، تنظم الأيام السينمائية الوطنية سيني دافاست في طبعتها الثانية. وقد اختير 32 فيلما للمشاركة أو للمسابقة، منهم 7 أفلام من مدينة بسلي شبان هوات. وسوف تكون هناك لجنة التي تنتقي 3 أحسن أعمال. هناك ضيوف شرف أبناء مدينة بسلي وهم سينمائيين على شكلة محمد حزرلي، جمال العزيزي، وكاين وجوه فنية معروفة كما عيسى عنتر هلال أو عيسى سطوري، وهناك مفيدة وهناك عزيز وثلة من الفنانين الشبان.